لامي جيسبر كو فوز علي بيان، اموركم هانيه وكلشي على خير، كلشي بخير. اول حاجه الحبوبات ديالي كيقول لكم سلام سلام وسلام، زائد هاد الشعر اللي طالع حتى هو تيقول لكم سلام. المهم بزاف منكم غادي لاحظوا هاد الحبوبات هادو، نتوما عارفين انا ما كنوصل ليا الحبوب وجهي. ما عرفتش الصراحه شنو هو السبب اللي خلى هاد ثلاثه ينوضوا، نادوا ثلاثه بهم في دقه واحده، يعني ماشي وحده كانت سابقه الاخرى ولا شي حاجه، لا نهائيا ثلاثه بهم نادوا في دقه واحده. فغادي تشوفوا هاد الشيء بيض عندي هنايا، كنت كنابليكي الكونسيلر، ها هو دونك كنت كنابليكي الكونسيلر هادي 12 ديال الليل، و طلع ليا داك الجلاس في الدار، جون ما بقيتش كنخرج مع الحراره وداكشي، وقلت بوكوا با ما نوتش ندير شي حاجه، يعني ندير ماكياج، ندير دي فيديو تيك توك، نصور لراسي، نبدل المود ديال راسي، يعني داك الجو ديال انني قنطانه ما راش قاليش اتو، نبدلوه ونتبدلو 180 درجه علاش لا. فبقاي معايا في الفيديو ما تمشيوش حتى شي بلاصه. السلام عليكم. فاول حاجه هادي انا افون قبل، مهم ما في ما يتشاف حاله حالتها. اول حاجه ابليكيتها هي درت الكونسيلر، قديت به الحواجب ديالي، يعني نقيت الحواجب ديالي. دابا غادي ندوز البيوتي بلندر وغادي نستومبي شي شويه، وماشي مشكل لاحظتوا ان غادي يبقى داكشي بيض، ماشي مشكل لاننا غادي نديرو الفون دو تان. دونك فاش غادي ندير الفون دو تان في اللون ديال البشره ديالي ما غاديش يبقى بحال هكاك. فقررت انني نبدا بالعينين ديالي، دونك غنبدا بعينيا هما اللوالا، عاد غادي ندوز للبشره ديالي. كان استومبيو مزيان، كنحاولوا اننا نقيو الحواجب ديالنا مزيان، حاولوا انكم تصوبوا الحجبان ديالكم بشي طريقه اللي تكون زوينه ياكو. دابا الثاني حاجه اللي غادي ندير اللي هي غادي ندوز غادي ناخذ اون بودر، بودر ليبر يا ختي، او غادي نطابوطيها من فوق هاد الكونسيلر اللي درت. غادي ندير شويه فوق الحجبان ديالي ديال البودر. ديما تنقولها لكم البنات تيقولوا لي صفاء راه لا بودر ما كتشدش لينا في الحجبان ديالنا، زعما القلم ما تيشد لينا في الحجبان ديالنا، حاولوا انكم تابليكيو البودر سورتو فهاد الحراره. وكان احسن الا تجنبتوا الماكياج فهاد الحراره غادي يكون احسن. بالنسبه للباليت اللي قررت غادي نخدم بها، غادي نخدم كيف ديما بهادي ديال جاكلين هيل، وغادي نخدم بهادي ديال هدى بيوتي. فبالنسبه للالوان ما عرفتش اين اللون غادي ندير، المهم انا باغي غير المهم ندير شي حاجه في كمارتي وصافي، والباقي لا يهمني. ديروا اللون اللي عجبكم، شدي البانسو وديري اللون اللي عجبك. وبالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي صفاء ما كنعرفش ندير مكياج، صفاء فاش كنجي نخرج ما كنعرفش ندير، بيان سور ما ديش تعرفي ديري وانت كتابليكي داك المكياج حتى كتبغي تخرجي عاد كتنوضي ديري المكياج، فخاصك بحال هكا يعني في الليل تفرجي فيديو ميكاب وتنوضي تطبقي داكشي. اليوم تغلطي غدا غتغلطي بعدو غتتفادي دوك الاغلاط حتى كتولي كتعرفي ديري المكياج. كذلك بالنسبه للايلاينر، البنات اللي ما تعرفوش يصوبوا الايلاينر راه ما عمركم تتعلموا الا كنتو كديروه غير في الوقيته اللي هادي تجيو تخرجوا فيها. فهنايا خديت واحد لا كولور اللي هي اورانج، وغادي نحاول نسحبها لبرا باش تبان العين ديالي واسعه وكبيره، دونك غادي نسحب لبرا اللون. غادي نحاول انني الوسط ديال عيني كما لاحظتوا راني خديت خاويت حاجه دخلت لي في عيني، دونك الوسط ديال عينيا خليته خاوي ما درت فيه حتى شي لون. غادي ناخد نفس اللون وغادي نديرو تحت العين ديالي، حركه نرجعو نفس اللون عاوتاني ونديرو هنايا في الكسره بحال هكا باش يجي شويه باين، وغادي نسحبوه تدريجيا للوراء. يعني في الاول غادي يجيكم هذا اللوك في شي شكل، ولكن في الاخر غادي يجي زوين كنظن. عاد البنات تنفكر انني نقرج هذا الشعر، واخا هو صراحه ما فيه ما يتقرج، جوج زغبات وحرت بهم، المهم بحال هكا ياكو. حاجه واحده اخرى اللي غادي ندوز ليها دابا اللي هي غادي ناخذ شويه ديال لونتي سيرن، اونتي سيرن ياكو، غادي ناخذ لونتي سيرن وغادي نبيض هاد المنطقه هادي، هاد البلاصه ديال الكسره
كامله غادي ندير لها اللون ديسا. بحال هكا غادي ناخذ البيوتي بلندر وغادي نطابوطيه شي شويه ماشي بزاف، وغادي نزيد نقاد الكسره ديالي الكسره تجي هكا. بحال هكا غادي نستومبي بالله. فانا غادي نحاول نصوب معكم هاد العين وعاد غادي ننتقل للعين الاخرى من بعد. غادي نولي ها انتم شفتوكي كاتبي هاد ديك المنطقه، غادي نولي ناخذ نفس البانسو اللي خدمت به ما غنهز حتى شي لون وغادي نديرو هنايا بحال اللي غادي نولي ندوز من الفوق بلا ما نقيس داكشي اللي درت، غير كندمج باش ما يجيش داكشي تبقى من فوق تبقى بحالك. دابا غادي ندوزو غادي نشوف الا بغيتو ديرو هايلايت ديروه فديك بلاصه، بغيتو ديرو شي لون واحد اخر عندكم ديروه، ديرو اللي بغيتو. فانا كنقلب على شي بانسو اللي نقدر نخدم بها ما نكونش خدمه بها من قبل ونخدم بها العين ديالي. نديرو هادشي دونك غادي ناخذ هادي، غادي نشوف الباليت ديال هدى بيوتي وغادي نشوف شي لون. انا عزلت انني ندير هاد اللون اللي هو جاي بحال دوري. هنايا تقدروا ديروا لون ارجونتي، ديروا دوري، ديروا الموف، ديروا الغرونا اللي بغيتو، الخضر، الغوز، الغوج، اي لون درتو هنا غادي يجي، لان هاد لا كولور دو ترانزيسيون اللي درنا في الاول هادي كتجي مع اي لون. كاين ما حسن من انك ديري بصبعك باش كيتهز مزيان. ها المعقول دير اختي بصبعك صبعك صبعك بحال هكا. غادي نوليو ناخذو البانسو او غادي ندير بحال هكا، بحال غادي ندمج شويه باش ما يجيش داكشي تبقى من فوق تبقى. من بعد دابا شنو غادي ناخذ؟ غادي ناخذ شويه ديال الهايلايت وغادي ناخذ لا كولور صفراء وغادي ندير بها طابوطاج هنايا. طابوطي اختي طابوطي هكا 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 فوالا. هادشي درت انا غادي شي حطه. من بعد غادي ناخذ الماسكارا ديالنا، انا غادي نستخدم هذه الماسكارا دونك غادي نخدمو بالماسكارا. حاولوا ديروا الماسكارا مزيان، انا بغيت نلصق الشفار ولكن نسيت بلي ما عنديش الكولا دونك الكولا ما بقاتليش، فغادي ندير الماسكارا وغادي نحاول اني نخدمها بطريقه اللي هي مزيانه. دونك نخدم الماسكارا ديالي ونرجع لكم. فدابا غادي ننتقلوا لثاني ماسكارا. ثاني ماسكارا غادي نستخدم هذه ديال ميبولين. دونك في الاول درت ديال اسانس، ها نتوما شوفوا الفرق ما بين هاد العين وما بين هاد العين. فدابا غادي نستخدم هادي ديال ميبولين. دونك حاولوا تاخذوا راحتكم سورتو لا كنتو ما غاديش ديروا الشفار، دونك كثيروا في هادي. دونك من بعد ما ساليت العينين ديالي دابا غندوزو للبشره. بالنسبه للبشره تقدروا تستخدموا اي مرطب عندكم، فانا ما غاديش ندير مرطب لان البشره ديالي دهنيه ديرنيامون سورتو الصيف دهنيه بزاف، فالمرطب ما غنديروش دابا، غادي نديرو حتى نجي نمسح الخلوطه وهذا الشيء وهذا الشيء. فغادي ندوزو الفونديشن، غادي ندير فون دو تان مات، كندير هذا ديال فيت مي 220 وغادي نابليكيه. خصني ضروري نشوف غادي نابليكيه. فغادي تلاحظوا صراحه راني ما حملتش ندير مكياج على هاد الحبوبات سورتو كان الريوصه ديالهم محلولين، يعني عايزين يدخلوا ماشي ديال المكياج غير كيما ديما ندير شنو بقى جاني نشوف راسي هنا بحال هكا نتقاد شويه. دونك هنايا كتسحبوا للفوق وهنايا كتسحبوا للفوق. ها
حاولوا انكم ديروا فوندوتان في اللون ديال البشره ديالكم كيكون احسن. غادي ناخذ البيوتي بلندر وغادي نطابوطي. انا ما كنديرش بزاف ديال فوندوتان في وجهي، يعني كندير غير شويه، كندير خطره واحده في البانسو شويه وكنحاول اني نوزعو على وجهي كامل. كنطلع بحال هكا، غنجي هنا وغنجر الفوق بحال هكا. خاصني نحسن وجهي هنايا، نوض ليا الزغب عاوتاني. من بعد غادي ناخد البانسو اللي كنخدم به الكونتور، ما كاينش، ما بانش ليا البانسو اللي غنخدم به الكونتور، ما كاينش بعدا. دونك البانسو باش غادي ندير كونتور ما كاينش، اذا غادي ندير كونتور بهذا ماشي مشكل، حتى نغسلو من بعد. دونك غادي ناخذ هذا البانسو هذا، بقى فيا صراحه ولكن هذه مدل... لا لا ماشي هذا، هذا ماشي ديال الكونتور، نديرو كونتور بهذا ضروري نكونتوريو. بحال هكا غادي نجي لهنا ضروري، انا هاد النيف خصني نكراطي فيه. النيف خصو يتكراطا صراحة بحال هكا. وهنايا غادي نطابوطي غير شي شويه، وما نساوش ديك الفتيله اللي عندنا هنايا، حفاره ديال الزين ديال الشين ماشي الزين، ما عليناش. ودابا غادي ناخذ البانسو اللي كان بلاندي به الكونتور وكندمج الفوق. ندمجو الفوق، الجبهة حتى هي كندمجو داكشي الفوق. انا ولا كيعجبني الكونتور والنيف حتى هو. دونك بحال هكا من بعد غادي ناخد شويه ديال داك لونتي سيرم اللي خدمت به قبيله، هذا غير باش نعطي شويه ديال الكليراج هنا. هانتوما شفتو درت غير شي شويه باش نعطي شويه ديال الكليراج، وغادي ندير هنا باش يجينا شويه ديال الضوء بحال هكا. ناخذ بيشي بلندر ونستامبي. ايه ما دي نيرو ما دي نيرو دونك هنايا كنحاول نطابوطي غير بشويه، وغادي نولي ناخذ الكونتور ونكونتوري الجناب ديال النيف العتابي. دابا غادي ناخذ البودغ ليبغ، ما عرفتش شنو هو داك البانسو اللي كان اهم. غندير بحال هكا ونطابوطي، كتبركي ماشي غير كتحطي، كتحطي وتبركي. باش لا بودغ كتدخل. انا هاد الحبوبات كان بامكاني، راه مابقاوش كيبانو بزاف، مي كان بامكاني نزيد ندرقهم بالكونسيلر فيغ والكونسيلر اورانج، ولكن انا ما بغيتش نقصهم بزاف بلي برودوي نتو، دونك ما خاصهم يبراو صراحه. لو ريست تندوزو على هنايا.
فوالا. دابا بالنسبه للغوج على ليفغ مازال ما عارف الصراحه، انا حيره ما بين هاد الجوج، هاد الموف وهاد اللون. مي انا غادي نشوف بعدا، غادي نحيد هذا. هاي من النيرو جتني العدسة. انقد واحد الحالة بحال هكا صافي. ناخد هذا غادي نطراسي. هكا كندير كونتور، وعاد غادي ناخد هاد الليب كلوس ديال ميبولين مات لا ريفيرونس ديالو 80. كنولي ناخد الكريون كريتا. دابا اشنو بقى لي؟ بقى لي الايلاينر وبقى لي الكونتور والفراجو. بالنسبه للكونتور غادي ندير هذا. غادي نستخدم هذا الكونتور، كنت خديت هاد الباليت من بيم. البنات قال لك الا بغيتو يطلق لكم الكونتور بزاف رشوا عليه شويه ديال الماء، ياكو رشوا في الباليت شويه ديال الماء، وعاد هزوا عاد هزوا بهذا بالبانسو، وغادي تطلق لكم الكونتور بزاف. هاي ما دينيرو كا هكذا. دابا غادي ناخذ شويه ديال الفراجو. بالنسبه للفراجو غادي نستخدم هاد لا باليت ديال بيس. ايوا اختي تفتحي. فوالا ريحتها في النار، فيها ريحة ديال فريزة. هكا شنو بقى دابا؟ بقى الهايلايتر. بالنسبة للهايلايتر، الهايلايتر فين هو البانسو ديالي؟ اهو. فغادي ندير هايلايتر صفر هاد المرة، غادي ندير هاد الصفر. دونك هاد الهايلايت كيحمقني انا ديال ميكاب ريفولوسيون واعر، ديال ميكاب ريفولوسيون خطير. فوالا غادي ندير هنا شويه وصافي. حاجه واحده اخرى اللي غادي ناخذها دابا وغادي نديرها بالبانسو، يا غناخذ شويه وغادي نديرو تحت الحواجب ديالي بحال هكا. وكنظن اننا فينيتو، بقى لي غير الايلاينر، ما عرفتش واش نزيدو ولا ما نزيدوش باش ما يجيش واقيلا الماكياج تو ماتش. فبالنسبه للماكياج هانتوما شوفوا كي جاي، ما عرفتش واش نزيد الايلاينر ولا ما نزيدش. هانتوما عاد كو كنتو تزيدو على هاد اللوك نزيدو عليه الشفيرات، ونزيدو الا بغينا كان امكاني نخدم عينيا هنايا لتحت بلو نوار ونزيد لو نوار هنايا لتحت. يعني كان امكاني ندير بزاف ديال التطورات ونزيد ايلاينر داك اللي كيكون مجبد من هنايا. مي انا ما بغيتش زعما نجي ندير شي حاجه اللي هي كاع فوق الطاقه. بغينا حنا غير نشوفوا راسنا شي شويه ماشي كيف ما كنا قبيله، كما شي حاجه مبدله وصافي.
سو بيبيس كانت هادي هي الفيديو ديال اليوم. جيسبر فريمون انها تعجبكم، واخا كانت زعما ماشي شي حاجه اللي هي سبيشال، مي انا كنت غادي ندير مكياج، قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم، نبارطاجي معكم داكشي اللي غادي ندير، لو لوك اللي غادي ندير، وقلت لكم الاضافات الا بغيتو تضيفوها، شي حاجه اللي جاتكم زايده تقدروا ما ديروهاش. وهذا المكياج هذا تقدروا تلعبوا فيه كيف ما بغيتو، يعني جونغ العكار هاد لو موف غيجي، لو روج غيجي، المات النيود غيجي، اي لون درتو غادي يجي مع هاد اللون هذا. فا فوالا انا اكتفيت غير بحال هكا، مبغيتش نزيد اعلانات باش ما يجيش داكشي تو ماتش. و فوالا كنبغيكم بزاف، نشوفكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه.